يكون يوم سهل وخفيف علينا. بحب أذكركم إذا في حال عندكم أي تواصل أو استفسار أو اقتراح إنكم تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك Just Food Magazine أو على قناتنا على اليوتيوب، ورح ناخد اقتراحاتكم إن شاء الله بعين الاعتبار. اليوم وصفتنا وصفة عزيزة على قلبي لأنها من بلد حبيبة يمن الحبيب، وصفة الزربيان العدني بالدجاج. وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. يلا مع بعض نشوف طريقة عملها والمكونات اللازمة لها. معنا 2 حبة بطاطا مقشرة ومقطعة بهالشكل هاد، كوب من الرز البسمتي طويل الحبة مفلفل جاهز، كوب من اللبن أو الزبادي، نصف دجاجة مقطعة بهالشكل قطع صغيرة، 2 حبة بصل مقطعين جوانح ومقليين بهالشكل هاد، معلقة صغيرة من الثوم المهروس ومعلقة كبيرة من البصل المفروم صغير، عنا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الزنجبيل، عنا نجمة ينسون تقريبا 3 حبات، عنا عود من القرفة، وعنا حبات من الهيل، فيكم تستخدموا هيل مطحون إذا بتحبوا. عنا فنجان صغير من الماء الساخن وداب فيه القليل من الزعفران ومعلقة كركم، زيت، ثوم، البصل، البهارات. البطاطا صارت شكل الدجاج مع البطاطا لوصفة الزربيان العدني بهالشكل. بعد ما صفينا شوية المي اللي ضلت بالآخر عشان هلأ بدنا نضيف الرز، وراح نضيف المي بالزعفران والكركم. وصفتنا لليوم وصفة الزبيان العدني صارت جاهزة، فيكم تشوفوا كيف صار لون الرز، صار لونين، والبطاطا هيك طالعة حبة بحبتها مشهية، والدجاج مستوي ومحطوط له هيك بهارات طيبة. ألف صحة وهنا على قلبكم.